صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح عن عمر 86 عاماً، وقد قطع تلفزيون الكويتي برامجه لبث القرآن قبل أن يعلن الديوان الأميري خبر الوفاة. ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت الموافق 3 جمادى الآخر 1445 16 ديسمبر 2023. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.